افتتح مهرجان تورنتو السينمائي دورته هذا العام بالفيلم الأمريكي ذا لوبر إخراج رايان جونسون. ويعرض المهرجان عددا كبيرا من الأفلام، من بينها أفلام تعرض للمرة الأولى من اليابان والصين والهند وبريطانيا والدنمارك وإيطاليا. In the future, time travel is outlawed, used only in secret by the largest criminal organizations. When they need someone gone and they want to erase any trace of the target ever existing, they use specialized assassins like me, called loopers. You're a looper? You know what we do? And the only rule is never let your target escape, even if your target is you. الفيلم رومانسي وعنيف مثل هذا الواقع الذي نعيشه. إنه فيلم خيالي مهم بالنسبة للهواة وكذلك للسينمائيين، فهو ليس فقط فيلم تجاري للاستهلاك المؤقت. لوبر فيلم من نوع الخيال العلمي المستقبلي، وتدور أحداثه بين الحاضر والمستقبل. ويروي الفيلم قصة مافيا ترسل ضحاياها إلى الماضي للتخلص منهم دون ترك أي أدلة. لقيت الممثلة الأمريكية كريستين ستيوارت اهتماما خاصا من قبل مصوري مجلة المشاهير، وذلك لتوتر علاقتها العاطفية مع روبرت باتينسون، أكثر منها اهتماما بدورها في فيلم على الطريق. On the Road هو فيلم للمخرج البرازيلي والتر ساليس عن قصة للكاتب جاك كيرواك، وكان قد شارك في المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي في شهر مايو الماضي. Dean just raced in society. He had just married a 16-year-old chick named Mary Lou. Where do you find such absolutely wonderful people? I've never seen anyone like them. Don't do anything I wouldn't do. With becoming a Dean, Moriarty began the part of my life you could call my life on the road.